بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا في سورة العاديات، وهي من السور التي فيها كلمات مشكلة كثيرة، أغلب الناس لا يعلم المفردات في هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تقريبا كل هذه الآيات مبهمة المعنى، والغريب عندما نلتفت إلى تفسير هذه الآيات نكتشف أمرا غريبا. أولا، والعاديات ضبحا، الخيل العادية التي تركض، وأنتم تعرفون الخيل عندما يركض يحتاج إلى نسبة من الأكسجين الزائد فتتنفس بقوة، هذه هي العاديات ضبحا، تتنفس نعم بهذا الشكل المتسارع. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، الخيل عندما تجري على الأرض، وأنتم تعرفون الخيل تحت أرجلها قطع من الحديد، عندما تضرب بالحجارة تخرج منها النار، فالموريات قدحا تقدح النار عندما تمر على أرض صخرية. زين، بعدين ما بعد ذلك؟ فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، هذه الخيل تهجم على الأعداء الصبح مباغتة، الصبح الأعداء نائمون، أفضل وقت للهجوم على العدو الصبح، لأن في الليل هناك ظلام، النهار الأمور منكشفة، في الصباح الباكر العدو نائم وأيضا الضياء موجود. فوسطن به جمعا، عندئذ هذا الجمع يكون متوسطا، يجتمع هذا الجمع، له معاني أخرى الآن هذه الآية نتجاوزها الآن. ما هو المراد بهذه الأمور؟ كل هذه أقسام، والعاديات فالمغيرات إلى آخره، هذه أقسام بالخيول التي خرجت للجهاد في سبيل الله تعالى. هذا الخيل لأنه في سبيل الله كل حركاتها مقدسة، بمعنى أنها ذكرت في القرآن، أنفاسها مسجلة ضبحا، عندما تمشي فتقدح النار فالموريات قدحا، الهجوم الصباحي فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، هذا الغبار الذي يتصاعد من حركة الخيول أيضا هذا الغبار مذكور في هذه السورة. إخواني، الدرس العملي، الإنسان المؤمن إذا صارت حركته في سبيل الله كل شيء فيه مبارك، كل شيء فيه مبارك، وعليه المهم أن يكون الإنسان في الطريق الصحيح، رب العالمين يبارك في كل وجوده. المهم، ما المراد بهذه الأقسام؟ إن الإنسان لربه لكنود، الكنود هو الكفور، يعطى من النعم ما يعطى وهو ينسى شكر هذه النعم. إخواني، اغتنموا سجدة الشكر خارج الصلوات الواجبة، إنسان يصلي فيسجد هذا الشيء طيب، الإمام كان لعل في السوق خر لله ساجدا وإذا به يقول تذكرت نعمة من نعم الله عز وجل فسجدت بين يديه سبحانه وتعالى. كل نعمة، خبر جميل، مولود، غيره، نجاح في الحياة، مكسب مالي، شفاء من مرض، أفضل ما تقوم به في تلك الساعة هو أن تسجد لله عز وجل شاكرا، بدلا من أن تباهي بهذه النعمة تخابر زيد وعمر، اسجد لله عز وجل، وإنه على ذلك لشهيد.
واللطيف أنه يعترف أنه كفور، أنه كنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. هنا ليس فيه مدح، الخير هنا مراد به المال، أي يحب المال وتحبون المال حبا جما. هذا الحب هو الذي يدعوه لماذا؟ للبخل وعدم الإنفاق. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ لماذا تجمع هذا المال؟ لمن ولأي عاقبة؟ استثمر المال ليكون زادا لك في القبر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ القبور فيها بشر، فيهم الأثرياء، فيهم السلاطين والأمراء، والقرآن كأن يشبه هذه القبور بحقل، وهذه نعم يأتي الحارث ويحرث الأراضي هذه. بعثر ما في القبور، نعم هذه القبور فيها أجساد بالية، عظام نخرة، رب العالمين يشير للنتيجة، وحصل ما في الصدور. اعمل للصدر لا تعمل للجيب، هذا الجيب سيفرغ أو يفرغ. الميت عندما يموت ماذا يعملون معه؟ أول ما يعملون ينزعون الخاتم، الساعة، الثمينة، إذا في جيبه أموال يجعلونها كلها في كيس ويقدمونها للورثة. ليس لك الحق في شيء من ما الذي لا يستخرج؟ ما الذي لا يفصل؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حقيقة بعض الناس قد يوفق لعمارة مسجد ولكن لا يوفق لعمارة قلبه، وبعض الناس لا يوفق لعمارة شيء، فقير مسكين ولكن قلبه في روايات أهل البيت يزهر كالمصباح. في حديث تحف العقول يقول بعض الناس هكذا قلبه يزهر كالمصباح. إذن وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أختم كلمتي بكلمة راقية لعله للشيخ النراقي رحمه الله، يقول بهذه المضامين أن الصفات والملكات الباطنية مغارس الذنوب. إذا أردت أن لا تقع في المعصية هيئ الأرضية الصالحة. ما دام في أرضية في القلب، الإنسان الحقود الحسود لا بد وأن يغتاب في يوم ما، يتجاوز الحد في من يحقد عليه ويحسده. فعمارة القلب أفضل ما نقوم به. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بذكرك، اللهم لا تنسنا ذكرك في الدنيا والآخرة، اللهم اجمعنا مع محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. والفاتحة مع الصلوات.